عسلمة عفيف صديم الاتحاد الوطني للمرأة بالقيروان. دونك اليوم استقبلنا وفد مالي اللي هما عندهم علاقة بموضوع العنف ضد المرأة وحبوا يعرفوا التجربة التونسية وخاصة الواقع متاع المسار هدية بتعاه بالنساء ضحايا العنف. كان هدية مع التنسيق مع ديوان الأسرة والعمران البشري بالقيروان مع الدكتور عبدالله جلاسي والإدارة الجهوية للصحة بحضور طبعا ممثلين متاع أعضاء التنسيقية الجهوية اللي هما حبوا يقدموا تجربتهم زيدا اليوم على المكونات متاع التنسيقية هذية على الاجتماعات متاعها ودورها في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف. الحقيقة كان اللقاء مهم برشا لأنه زيدا التجربة المالية هي تجربة ثرية في التعهد بالنساء ضحايا العنف. قدمنا لهم القانون من قبل مختصين قانون 56. في نفس الوقت الحقيقة كانت فرصة بأنهم هما زاروا مختلف المكونات نتاع التعهد بالنساء ضحايا العنف داخل النيابة الاتحاد الجهوي للمرأة من اللي هو ينطلق بالإصغاء والاستماع للنساء ذوما ثم توجيههم والتعهد بهم بمركز الإقامة اللي تابع للاتحاد الوطني للمرأة بالقيروان. دكتور عبد الله جلاسي المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمر البشري بالقيروان، اليوم يزورنا وفد مالي عالي المستوى من وزارة الصحة المالية في إطار التعاون ما بين الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري ووزارة الصحة بمالي فيما يخص التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي. هالدورة هذه جاءوا في دورة تدريبية لمدة 10 أيام، فما أيام تكوينية قاموا بها على المستوى في المستوى المركزي بمركز التكوين للديوان تكوين نظري، وكذلك كانت لهم زيارات ميدانية ببعض المندوبيات الأخرى وبما فيهم المندوبية الجهوية بالقيروان للاطلاع على الخبرات اللي احنا نقوم بها فيما يخص التكفل بنساء ضحايا العنف، كسوة التكفل الطبي ولا التكفل الاجتماعي في إطار التعامل مع الشركاء متاعنا من مندوبية المرأة من الاتحاد الوطني للمرأة لدرجة جهوية للصحة الشؤون الاجتماعية الداخلية وكذلك وزارة العدل. هذه باش نشوفوا هل العمل التشاركي في إطار التنسيقية الجهوية للحد من العنف مسلط على المرأة، هذا فما عمل تشاركي قد يقوموا به، حابوا يطلعوا على هالإكسبيريونس هذه امتعنا في التعامل ما بين الإدارات وبين المجتمع المدني في لمقاومة ظاهرة العنف المسلط على المرأة. كما تشوفوا اليوم كانت لنا معناها كانت حصة صباحية، فكل الشركاء متاعنا اللي يعمل معهم نتعامل معهم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قدمنا الخطة الجهوية متاعنا متاع سنة 2024، ثم ناقشنا المهام هالتنسيقية الجهوية هذه وكيفاش التكامل يصير ما بيناتها. Bonjour à tous, vous avez Dr Khalifa Keita, je suis le directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique du Mali. Je suis à la tête d'une délégation de 14 personnes. Nous sommes venus en Tunisie pour, dans le cadre des échanges sur la prise en charge globalement la violence basée sur le genre ou la violence faite à l'égard des femmes. Lors de notre séjour en Tunisie, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un cadre constitutionnel, législatif et réglementaire qui est vraiment mis en place et qui est vulgarisé. Et ce cadre, pour que ça puisse être mis en œuvre, il a fallu mettre en place des organes stratégiques. Et ces organes stratégiques ont fait que des établissements au niveau opérationnel ont existé dans les différentes régions pour d'abord la prise en charge, l'accueil, l'écoute et la prise en charge des femmes victimes de violence, mais aussi l'accompagnement et la réinsertion sociale de ces femmes victimes de violence. Il y a aussi une très bonne coordination que nous avons constatée en Tunisie qui est multisectorielle. Multisectorielle dans ce sens que il y a non seulement l'ONFP qui intervient, il y a le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui intervient, il y a le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère
des affaires sociales et l'ensemble de ces ministères là travaillent en parfaite coordination pour que ce cadre législatif, réglementaire et constitutionnel puisse vraiment être appliqué au bénéfice des femmes tunisiennes. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس.